هذا عندي. لا هذه اوكي. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، وموعدنا شباب متواصل معاكم طول شهر رمضان من الساعه 6:30، واحنا بنرحب بيكم لحد الساعه 8، بنكون معاكم في بتوقيت السعوديه على التلفزيون الان مع عنبه وريم ومها وشهيناز، احلى رفقه واحلى اصدقاء. خلاص بقينا اصحاب جدا يا جماعه دلوقتي، يعني وبعد بقالنا 3 ايام مش عارف بقالهم كاننا 3 سنين. لا قصدك ايه؟ مليت من لا 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 كنت عارف انت بتطلع الطلعه دي على فكره. لا تغلط. موعدنا شباب دايما بنتكلم على الصحة، التكنولوجي، مواضيع جديدة غريبة، تريندنج، فقرات بنحكي لكم ايه اللي بيدور في السوشيال ميديا وغيرها من المواضيع. زي ما ابتدينا نطرح عليكم او هنبتدي نطرح عليكم مواضيع بقى من اول بكرة على كل مواقع التواصل بتاعتنا، الفيسبوك والانستجرام والسوشيال ميديا، يعني اهم الفيسبوك صح؟ اهم الفيسبوك، هو الفيسبوك احلى حاجة. هنطرح عليكم سؤال وتبتدوا بقى تتشاركوا معنا ابتداء من بكرة على أرقام التليفون اللي هنعرضها عليكم في الشاشة. بس خلونا نبتدي بقى دلوقتي فقرتنا الأولى، وهي دايما بتكون عن الصحة، بما أننا في رمضان وبعد الفطار ندي شوية معلومات كده ليها علاقة بالصحة ونتكلم مع أصدقائي زيكم. هلا والله. هلا والله. هلا والله. عن الصحة. إيه اللي هنطرحه النهاردة في مواضيع الصحة؟ النهاردة هنطرح عن الموضوع عن المشروبات الغازية. أوكي. اللي هي عارف؟ والله اللي في منها ثلاث الوان، في الوان كثيره، الايجابيات حنقول السلبيات. هي بلاش الايجابيات، ملالها شويه مرات على اوجاع البطن وهي الاشياء، بس على شهر رمضان انه الناس ما يصير يشربون مشروبات غازيه ورا الفطور لانه تاذي المعده ولها مضار وممكن يسبب فشل كلوي. بالضبط، فشل كلوي، بلس انه المشروب الغازي الواحد يحتوي على 10 ملاعق من السكر. المشروب الواحد، العلبة الواحدة تحتوي على 10 ملاعق من السكر، هذا يؤدي إلى أنه نقص فيتامين بي في الجسم ويسبب كذلك عسر في الهضم. طب واللي من غير سكر؟ لا ما فيش أنا ما بأمنش في اللايف دي. لا حتى من غير سكر بيضل فيها هاي المشروبات الغازية، وبعدين المشروبات الغازية كتير بتسبب نفخة. أنا من لما قطعت المشروبات الغازية بحياتي اليومية كتير حسيت بفرق شاسع. هلا بغض النظر صرت يمكن بشرب شغلات فيها سكريات، ما بعرف، يمكن بالقهوة مثلا بحط فيها سكر، بس المشروبات الغازية ممكن تقتل البكتيريا النافعة بالبطن اللي هي بتأدي لحسن الهضم. بس حتى إذا بدلتي المشروبات الغازية بشيلخ ممكن شيء مفيد، يعني القهوة أتليس ما بيها مواد. لا ما فيها، بس كترتها، بس مثل ما قلنا هذيك المرة بحلقتنا الماضية أنه القهوة كترتها ممكن تسبب لرجفان. بس هم شيلخ بالمشروبات الغازية أنه تسوي هشاشة بالعظام، هذا الشيء معروف، صح. فمو زين الواحد يشربها هواية لأنه ده تشيل الفيتامينز وده تسوي الهشاشة. طب أنا عايز أقول حاجتين. لا حاجتين بس. لا. حاجتين والله. أول حاجة، لما أنت قلتي بتاعت أوجاع البطن فكرتيني بوالدتي على طول، لما كان يبقى في مرض أشرب اللي هي لونها أبيض. مش البرتقالي ولا السودا. دي كانت الدواء، وما أعرفش هي كان، ولو قلت لها عندي صداع تقول لي أشرب. هي بعدها الدواء، يعني مو بس أيام زمان، لأنه هي أي جس تشيل الأوجاع هاي اللي تكون خفيفة، بس هي أحسن من اللي بها الألوان، يعني تشيل الحموضة على كل الألوان، هي المضرة أكثر تكون، تشيل الحموضة أفضل، يعني أفضل السيء. طيب على ما تاني حاجة عايز أقولها، جدي الله يرحمه، الله يرحمه. يعني فضل لحد السن اللي هو توفى عند سن 89 تقريبا، كان بيصحى يفطر إزازة مية غازية عادي جدا. يعني انا عارف ان في دراسات كتير اتعملت يفطر هيك، كان يشربها الصبح السادة. نحن بسوريا من الا سادة، مو السودة، نحن من الا السادة. اكيد ما عرفوها الناس. لا ما لا اصل ان هو والحمد لله هو توفى يعني بصحة كويسة. فهو الفكرة كلها انه احنا عارفين ليها اضرار، بس at the same time في ناس شربتها وما حصلهاش حاجة. يمكن بحللها ان زمان كانت بتتعمل بكواليتي، ممكن تعمل كويس. ممكن. والله انا اشوف ان اي شيء يزيد عن حده او كثره اي شيء يسبب مشاكل. بقول لك كان بيفطر بياكل يوم بس في اليوم، يعني يعني مش كذا علبه في اليوم، لا كان في اليوم واحده او ممكن واحده بالليل. بس هم شيء معروف انه الواحد مرات من يدوخ اذا اغمى عليك او شيء والناس يريدون يصحوك يشربوك مشروب غازي حتى يرفع السكر. لانه مثل ما قلنا في بيعادل 10 معالق سكر، فمرات الناس يستعملوا الاشياء مفيده.
بس هو شكله حلو على ترابيزة السفر. هو لا لا يعني احنا عارفين بنتكلم على الاضرار وبنتكلم من الناحيه الصحيه، بس هو في النهايه تواجده كده بيكون موجود. عامه المشروبات الغازيه لا تساعد على الهضم وبتسبب الغازات، كما ان تناول المشروبات الغازيه بعد الصيام بيؤدي الى الغاء دور الانزيمات اللي بتساعد على الهضم. ده كله كلام علمي وطبي، وما يؤدي الى سوء في هضم الطعام، وتناولها وقت السحور بيزيد من حاجه الجسم الى السوائل، يعني بيسبب لك الشعور بالعطش تاني يوم نهار اليوم اللي بعده. بيحتوي كوب واحد من المشروبات الغازية على حوالي 140 سعر حراري، والدايت منه بيحتوي على حوالي نفس النسبة أقل شوية أو سعرة واحدة، وده اللي بيكون الفرق. يعني حتى في سعرات حرارية ولكن في، خلينا نكمل. من خلال استبدال السكر بالمحليات الصناعية ده برضو بيكون ليه أضرار كبيرة في الكوب الواحد أو الإزازة أو بشكل أحجامها أو أنت هتشرب منها قد إيه. ده موضوعنا عن الصحة، واحنا لسه بنتكلم على المشروبات الغازية، بنتكلم على ازاي بتفتقد الى الفوائد. المشروبات الغازية دي بتفتقد الى فوائد غذائية كبيرة جدا، ما فيهاش اي حاجة هي مضرة. احتوائها على نسبة عالية من السكر والمحليات، بتحتوي على حاجات كيميائية، مواد حافظة، بتضر اكيد بشكل كبير الصحة. كما التقليل من المشروبات الغازية هيكون ليه فعل السحر، زي ما ريم حكت لنا ان هي وقفت بشكل كبير شرب هو ده. ف يعني اثر معاها انها خسيتي، نزلتي وزن. مو بس خسيت، في المشروبات الغازيه ممكن تسبب كمان الاحتباسات بالماء بالجسم، لانه مثل ما قلت انت عم تاخذ من السوائل المفيده اللي ما ويدوب تنطرح معك يعني بشكل طبيعي. المواد الحافظه اللي فيها رهيبة كيف بتأثر. وإذا لاحظت أنت بس تأكل وعم تشرب من المياه الغازية بسبب نسبة هذا الساور اللي فيها، بتحس أنك شبعت بسرعة، فأنت ما كملت الوجبة تبعك، بس أنت عدلت مع الوجبة تبعك نسبة كتير كبيرة من السكر، وهذا بيسبب بلوكج اوقات بباب المعده ممكن. بس هي في كثير، وهي بترتش في بقك وانت بتشربيها حلوه قوي. انا كنت كثير مدمنه، انا بصراحه كنت من يعني مدمنينها. بس عن جد لما وقفت استبدلتها قلت انه حسيت انه سكر. هذا شيء سكر. انا اكو ناس ما يستغنون عنها، يعني انا اختي من الناس اللي تسال على المشروب الغازي قبل الاكل اللي حتاكله. ما تقدر تاكل بدون ما يكون عندها. بس همنا مثل ما قلنا انه الواحد ما يصير اصلا يشرب اي سائل وهو دا ياكل، لانه حيسوي صعوبه بالهضم، وهمنا راح يشبع بسرعه، فمو زين. المفروض ورا الاكل يشرب مي اتليست. زي ما اتكلمنا عن الصحة بقى، ننتقل لموضوع تاني وهو مهم جدا جدا، وهتكلمنا فيه النهاردة أستاذة مها عن بتهتم هي بالإتيكيت، ومن ساعة ما تعرفنا عليها وهي دايما تكلمنا في كل حاجة ليها علاقة بالإتيكيت. وزي ما اتكلمنا النهاردة عن إتيكيت العزومات في شهر رمضان. أرجوك عايز أعرف بقى، عشان أنا بخش أبهدل الدنيا. لا يعني أول شيء، إذا كنت تبغى تعزم ناس عندك على الفطور، أول شيء لازم تعطيهم وقت كافي أتليست يعني قبل أسبوع تعزمهم على الفطور، عشان يكون عندهم وقت للتخطيط. أوكي. يعني إذا عندهم برنامج ثاني يلغوه، إذا عندهم موعد أو أي شيء. هذا أول شيء. ثاني شيء، أنا حد قال لي من أسبوع هنسى. لا، ما أنت لازم مثلا يأكد عليك مرة ثانية. أوكي. عشان مثلا لو أنا عزمت 20 شخص، لازم أرجع مرة ثانية أكد على الناس كلهم، عشان ما مثلا حاطة أكل لين يعني تعرف العدد 20 شخص ويجيني بس 5 أشخاص يعني مثلا. فلازم احط هذا الشيء بالحسبان. ثاني شيء، العزومه لازم تتم يا وجها لوجه، واذا ما كنت اقدر في التليفون. اوكي. بس بهالايام وجها لوجه شويه صعبه. ممسوحه واتساب انفيتيشن بتكون ديزاين عاملين على شيء ابلكيشن وبعتينا. بس انا افضل، او الاتيكيت يقول انه لازم وجها لوجه او يكون بواسطه التليفون للاتصال. ثاني شيء، انه لازم اول شيء طبعا تكون عامل انواع الاكل تكون حق كل، مثلا لو في ناس عندك جايين عاملين دايت ما ياكلون، او فيهم مثلا في ناس مريضين بالسكر عندهم مرض، لازم تكون نوعيه النوع. ممكن يكون في حد فيجن مثلا. اوكي. فتحط كل انواع الاكل، بلس انه المائده لازم تحتوي على طبعا الحلويات. يعني انا ما اعتمد على الناس اللي جايين طبعا الضيوف انهم بيجيبون حلا وخلاص وانسى موضوع الحلا. ما لازم اعمل تكوني محضره، لازم اعمل كم صنف حلا ويكون جاهز. بلس مثلا لو في احد من الضيوف جايب حلا، انه مو لازم انا احطه في نفس الوقت.
لا للناس. ما بصير هذا يعتبر عيب. إيه هذا يعتبر عيب. إيه في نفس الوقت يعني. يعني انا ما احطش الحلويات اللي الناس جايباها احط الحلويات بتاعتي. طب ما الحلويات اللي الناس جايباها اعمل فيها ايه؟ لا انا حطيت اللي الناس جابوها حتعتبر ان انت كنت بدك تنتظرهم يجيبوا لك. اوكي فحطيت في ممكن حاله انت جاهز من قبل. في ممكن حاله ثانيه انه انت عامل اوريدي حلا وانبسطت بنوع الحلا اللي اجاك كهديه فبتحطه مع انواع الحلا اللي انت عامله فبشان يبين انه انت يعني ما بتعتمد على النوع الحلا. مرات اكو ناس يجيبون وياهم الاشياء اللي هم يحبوها لانه يكونون خايفين انه الشخص اللي عزمهم ما حاط الشيء اللي هم يحبوه. بس يعني ذوقيا ما تحط الحلا اللي جابوه الناس. بلس انه لما تعزم ناس في مثلا انت تعرف انه في ناس بينهم مشاكل او something يعني يستحسن انه انت ما تعزمهم في نفس العزومه طبعا يعني عشان لمنع الاحراج. احنا هنطلع بريك سريع ونرجع لكم تاني نتكلم على التكنولوجي ولسه عندي شويه اسئله برضو عن الاتيكيت بتاع العزومات في رمضان هسالهم لمها. فتعالوا نطلع بريك ونرجع نكمل معاكم موعدنا شباب. يلا بينا يلا بينا. رجعنا لكم مشاهدينا بعد البريك السريع ده. لا ارجوك ما بتضحكني ضحك مش طبيعي. طبعا هم كلهم يضحكوني بس هي بقى بالنسبه لنا احنا الثلاثه الباقيين الكوميديا بس ما لها داعي بالتحديد ايش صار يعني في العزومات بتاعت رمضان. خلينا في الاتيكيت. ايوه ينفع اضحك واجلجل كده بضحكتي؟ ما ينفعش. لازم تكون يعني كل شيء محسوب. ضحكتك محسوبه. الصوت ما يكون مره عالي. كده لما تاكل كيف تاكل يعني مو كل شيء. ايوه مش انا حكيت لكم من كام يوم على موضوع الشوربه بتتشرب ازاي في الفيديو اللي شفته. انت الاتيكيت كله. انا انت الاتيكيت كله. ما انت تعزميني عشان تشوفيني هعمل لكم ايه في البيت. لو خلص هحكي معك قبل باسبوع ازمك لو افتكرت. طبعا نرجع الى موضوع الاتيكيت. اذا كنت عازم ناس وتوك شفت طبخه اعجبتك لا تسوي لا تطبخينها لاول مره. لا تطبخينها لأول مرة عزيزتي الأم عزيزتي السيدة لأنه الناس حرام ما هم يعني تجارب. أوكي ثاني شيء أنه على طول أول ما يخلص الأكل يعني خلصوا الضيوف من الأكل على طول نظفي الطاولة. بلس لا تجلسين وقت كبير في المطبخ عشان يعني تكونين قاعدة أكثر مع ضيوفك. وطبعا يفضل وهذا الأهم يعني أنه القهوة والشاي والحلى يكون بعد ما في مكان ثاني غير المائدة اللي انت جالس تاكل عليها. يعني هي كلها معلومات بالسنس كده بنبقى عارفينها اكيد يعني كده ما نعزم حد نعزمه قبلها بوقت. بس هي معك حابة تفكرنا وتقول لنا عليها وبنراجع بعض او بنراجع مع مشاهدينا ايه الحاجات اللي المفروض نهتم بيها ونحضرها عشان لما نعمل عزومة تبقى كويس. اتيكيت العزومات. هننتقل بقى الى التكنولوجيا. في متحف المستقبل في دبي بيطلق مصراعات او بيطلق من خلال مصراعات معينة ثلاث تحديات رئيسية في التكنولوجيا المبتكره بتتنافس للمشاركه في افتتاح المتحف او متحف المستقبل في دبي لتقديم الطلبات اللي بتنتهي مدتها في 30 يوم من هالسنه. مرصد المستقبل هو منصه علميه عالميه لاستشراف المستقبل بتعمل على تغطيه اخر ما توصل عليه العلم والتكنولوجيا باللغه العربيه بشكل كبير. التكنولوجيا عماله تتغير وعماله تتطور وبلدنا الحبيب الامارات دايما سباق في عالم التكنولوجيا. زي ما بقول لكم هي التكنولوجيا بتغير وفي بيضاف اليها باللغه العربيه بشكل يومي من خلال مرصد المستقبل زي ما قلت لكم في دبي. في متاحف هنا موجوده في دبي وفي حاجات مراصد حلوه جدا جدا جدا. ما اعرفش زرتوا حاجه منها ولا لا خلال معيشتكم. الميوزيوم اللوفر والاكثر بس بقى التكنولوجيا بتكلم على حاجات التكنولوجيا يعني. لا انا بصراحه في مرصد ما زرت. هنا ما زرت. لا اوكي في حاجات حلوه جدا غير يعني مثلا لو انت رحتي عند المرصد الفلكي تلاقيه متطور بكل الاحدث الانظمه التكنولوجيه طبعا الاستطلاع وان هم بيشوفوا من خلاله النجوم وال ممكن وين موجود؟ موجود عند جبل علي. اوكي بالضبط. انا اخر شيء سمعت على انه صار اكو طيارات مال كوارث اللي تنقذ الناس بس بدون طيار. فهي تكون طياره مثل يعني بدل ما يكون بها الطيار تكون هي وحدها بدها تروح المكان الكارثه او الحادث وتصير عملية الإنقاذ بدون ما يكون بها أحد حتى ما يعرضون حياته للخطر. أنت عندك حاجة للتكنولوجيا كنت بتحكي لنا عليها. هي الجاكيت اللي زي نزلت
جاكيت ينشف او نفسه بنفسه في مزود انه في زي آلة للتجفيف. اوكي جاكيت بلبسه فتمطر الدنيا. هذا مو حق كل الناس يعني، حق الناس اللي يحبون الخيال العلمي وهذه الاشياء، انه هو يجفف نفسه بنفسه عشان يحتوي على زي ما احنا شايفين على جهاز يساعد على تدفئة الجاكيت، بلس انه هو تقدر انك تشحنه او تقدر انك تستخدم عليه اليو اس بي عشان تشحن هذا. طبعا هو اكثر لمحبي افلام الخيال العلمي، مش للجاكيتات يعني، مش انا راح البسها بكره. هو لا مع الفاشن انه كذا يعني، مش عارف هل هو فعلا ذو اهميه، ممكن يبقى في البلاد المطره مثلا. على كنت بدي اقول هيك انه مو طبعا بلاد مو في بلادنا احنا. بس انا سمعت على نفس الشيء قريب من هاي الفكره، بس بتكروها بتكروها شباب بالجامعه كانوا وياي، انه جاكيت مال العاملين باماكن الهندسه او البناء انه يبرد، فهو يبرد عليهم بهذا الجو الحار. فهذا حسيته فكرة حلوة بالجو اللي احنا بيه حاليا، اللي بيكون فيه حر. هي الفكرة كلها ان الابتكارات كلها بتيجي من حاجة الانسان لحاجة، فانا شايف انه يعني لو انت عايز تلبس جاكيت بيحر او جاكيت بيسقع زي ما تقولي، هو مش اختراع قوي، هو يتحط تحت انه ابتكار سريع، هو اللي مساعدة الناس اكثر معالجة خصوصا المال. اتوقع نحن ما عاد شفنا في انبهارات بهاي المواضيع، لانه التكنولوجيا صارت سباقه كثير بشغلات كثير كبيره، وخصوصي هون ببلدنا الحبيب دوله الامارات العربيه المتحده صارت بتبهرنا بشغلات كثير اكبر من فكره انه جاكيت بتبرد او جاكيت انا مش قادر استنى بتدفي. الدرون اللي هتوصلني التاكسي الدرون مثلا والهايبر لوب مش قادر برضو، اللي هو المفروض هياخدنا من دبي لابو ظبي في 12 دقيقه. ايوه شفتوا الفيديو، اكيد شفتوا الفيديو. في برضو من الابتكارات اللي شفناها مؤخرا، هي زي ما كنا بنتكلم الروبوتس وازاي تدخل في وظائف كتير الفتره الاخيره، بس الابتكار اللي انا بحس انه في حاجات افكار بتجيلي وانا قاعد كده بفكر ايه اللي ناقصنا، في افكار بتجيلكوا في ابتكار مثلا؟ مره انا جتنا فكره كنا بصف مال كورس ده اخذه، هي فكره كانت جماعيه بس ما اعرف اذا احد حيسويها، انه السيارات صح صار اكو سمارت درايف انه تسوق وحدها، فممكن بالمستقبل يصير واحد عنده سياره ذكيه ويقدر يتحكم بها من تليفونه. فمثلا انا اذا عندي دوام بدل ما اخلي سيارتي واقفه جوا مدى تسوي شيء، اقدر احرك السياره اخليها تصير مثل تاكسي، فتروح السياره تاخذ ناس توصلهم اماكن وتجيب لي فلوس، فتكون سيارتي تجمع لي فلوس واني بعدني بالشغل الى ان اخلص، ترجع سيارتي نفسها بنفسها، ترجع سيارتي المكان ان شاء الله بسرعه يخلص هذا كل سويت شيء مفيد ان شاء الله. عايزه تحولي عربيتك تاكسي؟ طبعا. لا بشتري سياره ثانيه وتشغليها. ايه وهذه سيارتي حقتي. لا هي هاي الفكره، انه هو بالوقت اللي انت بدات تسوقين بيه يعني انت مشغوله او بالشغل، فهي تروح تمشي تسوي اشياء وترجع لك. لا بس ما راح اخلي سيارتي تاكسي يعني، عشان كذا اقول بشتري سياره ثانيه. سوي اوبشنز. لا هي الفكره اصلا ان انت تستغلي حاجه واقفه بحاجه تانية يعني، مثلا ده ممكن نطبقه البيت مثلا، ما تبقيش قاعده فيه اجريه، او اذا مدى تلاقي باركينج فسيارتك تدور على الباركينج وانت تنزل. بالضبط. وبعدين تضلك تلفلف على باركينج، خصوصا لان مشكله الباركينج مره يعني ساعات في المولات بيكون زحمه مره، ف انا الاقي مين تهت منه العربيه في باركينج. لا انا من النوع اللي احفظ المكان، انا ما احفظ. بتصوريه ولا بتحفظيه؟ لا احفظ، لانه اي مكان امشي به سواء بالسياره او مشي احفظه يعني، ما اعرف مخي يسجل الطريقه. مره حصلت لي كانت حركه بايخه جدا، ركنتها ورا سور وانا فاكر ان انا ركنتها في المكان ده، بس كل ما اجي الاقي السور مغطيها. قعدت ساعتين ثلاثه ورحت بقى والامن كله بيدور معايا، وكتر خيرهم هنا بيبقوا عارفين ان المواضيع دي بتحصل كتير فبينتشر بطريقه معينه. وصار عندهم هذا الجهاز اللي اول ما تفوت للمول هو مصور رقم سيارتك، فانت تكتب رقم السياره مالتك يطلع لك هي وين حتى تلاقيها. ايه تلاقيها في على التليفون، بيوصلك نوتيفيكيشن دغري لما بتكون بمحل وصفيت، بيكون كاتب لك سيارتك صفت او سباركت ات ذس اريا، او انه صفت بهذا المكان كرمال ما تنسى وين، لانها مشكله على الماب على التليفون. المشكله حصلت مع كتير مننا. مكملين طبعا مواضيعنا واخبارنا، وعندنا لسه قصص كتير هنتكلم فيها يعني، بعد شويه هيكون عندنا فاصل اخباري، بس عندنا حاجات غريبه لسه هنتكلم عليها، وهنتكلم على في موضوع كده انا مستني اتكلم عنه، عن ليه بيحصل لك طنين في ودانك.
اللي بنسمع صوت صفاره كده ندردش معاك كتير. حدا عم يحكي عليك هذه لسه ايه حدا عم يحكي عليك هي معروفه اليمين غير اليسار واليمين غير اليسار اليمين كويسه اليسار مو كويسه معروف في اشياء مره كثيره مثلا اذا يدك حكتك بتجيك فلوس اذا اذنك انه احد يحش فيك يحش فيك يعني اكيد يحش فيك ده غير ان احنا هنرغي عن الامتحانات كمان عندنا الامتحانات هنتكلم عليها بس تعالوا نطلع للاخبار ونرجع نكمل طيب خلاص لسه لسه شويه هنتكلم عن الامتحانات النهارده كمان انتوا عارفين ان موسم الامتحانات ابتدى فهنديكم شويه نصايح للطلبه تختلف التواريخ اكو ناس قبل ناس يخلصون باخر شهر 7 ناس من شهر 4 اوكي بس انت اللي هتقول لنا كل التفاصيل طبعا الطالبه اللي معانا شطوره في كمان عندنا يعني هنتكلم على الترندنج لسه اخبار الفرح كمان موجوده والفرح منها اكيد الحين السوشيال ميديا كلها صور الفستان وعن الفرح موتوا تتكلموا على الفساتين طبعا طب مين عارف ايه هي البيبي هير يا سلام جبت لنا البارحه الكنافه الكنافه اسمها بيبي هير الكنافه طب الكيوت ليبس القطايف طبعا برضو منتشر على السوشيال ميديا القصه دي بتاعت انه ازاي الاسامي اتغيرت شويه بيدوها الانجليش الشباب الجديد اللي هو احنا منه يعني مش عايز اتكلم ان انا كبير بس هي تضحك يعني ان انت تسمي الكنافه بيبي هير يدورون اي شيء يتفلسفوا يعني عادي اطلب اتصل على محل كنافه اقول له بليز ابغى بيبي هير لا بليز انا محتاجه انا متخيل انا محتاجه بيبي هير انا متخيل ان هو مضحك بشكل كبير لو عملنا الراجل بتاع الكنافه الاصلي بقى اللي هو القديم لو رحت قلت له بيبي هير هو هيعمل عليا كده يا ويلي ها هنطلع هلا لا احنا مكملين في البيبي هير والكيوت ليبس في حاجه ثانيه في المفروض انه شعر البنات هو اللي يسموه بيبي هير صح. يعني العلاقه اقرب من انه الكنافه طبعا نطلع بريك ونرجع لكم ثاني نرجع لكم ثاني بعد الاخبار والنيوز رجعنا لكم بعد الفصل الإخباري ودلوقتي هنتكلم عن موضوع مهم جدا الامتحانات وإنها بتتزامن مع شهر رمضان أعتقد في معظم بلدنا العربية مشاهدينا بتفرجوا علينا من أي حتة مصر الإمارات السعودية تونس الجزائر لبنان الأردن في امتحانات دلوقتي في معظم البلدان أكيد. وتزامنها مع شهر رمضان بيتطلب بعض من النصايح اللي احنا قعدنا كده كطلبة اشتغلنا عليها وعندنا شوية خبرة كنا وعندنا كمان شوية نصايح هنقولها لكم ازاي الناس تركز في رمضان تذاكر امتى ايه المطلوب منهم يعملوا ايه حاجات معلومات اعتقد الطلبة او كل عنده امتحانات دلوقتي عايز يتخلص من الارهاق وعايز يركز في المذاكرة يعمل ايه اني بما اني طالبة بعدني حاليا انتوا كلكم متخرجين من تجي الامتحانات بفترة رمضان احس الواحد ممكن يركز ورا الفطور طبعا لانه الفترة الصباحية لو عنده دوام او نعسان او بعده يعني معصب او جوعان فورا الفطور يقدر الواحد اول شيء اهم شيء بالدراسه المكان اللي انت حتدرس به يعني انا من الناس اللي مستحيل اقدر ادرس بالبيت لازم بالجامعه او مكتبه يعني مكان يكون ملائم للدراسه ثاني شيء النصيحه الاهم بالنسبه لي انه الواحد يبدي بالصعب البارت الصعب قبل السهل يعني لا تبدي بالترتيب المنهج اللي داخل بالامتحان لانه طبعا التركيز باول فتره حيكون اكثر من نهايه فتره الدراسه اللي انت تدرسها ثاني شيء الاشياء اللي تشتت يعني التليفون ممكن الكمبيوتر اذا انت ما تستعمله للدراسه يخليها بعيده عنه يعني انا اتذكر ايام المدرسه كنت اسوي هذا الشيء انه تليفوني احطه بغرفه لخ يعني ما احطه بالغرفه اللي انا بيها حتى اقدر اركز بالاشياء اللي دا اقراها وهمنا نصيحة لخ أنه بشهر رمضان وجود الأم بالبيت يخلي الواحد يحس يعني بالأمان أو أنه المكان اللي هو بيه ده يقرأ بيه أنه أحسن من إذا طلع برا هاي برمضان لأنه الأم ممكن كل شوية تجي تسأل عليك إيش صار بالدراسة تعطيك أكل تعطيك سناكس فهذا الشيء أحس يساعدهم بس بالنسبة إلي أنا المكان مهم وأنه البداية تكون بالشيء الصعب مش الشيء السهل انا اعتقد انه في ناس كتير يعني انت تقولي بعد الفطار
طب ده الواحد بياكل الاكسجين كله بيروح ناحيه المعده. بس انا الناس دي سهرون، فاحس الفتره أوكي. اللي ورا الفطور تكون اطول من انه هو الصبح تعبان او نعسان. هو مو ورا الفطور بالضبط يعني، يعني على طول يعني بعدها بفتره يعني أوكي. عشان ياخذ راحته بعد الفطور. تاكل يوم. لا لا اكيد لا اصلا ما راح يستوعب بالليل. رجعت لايام زمان يا جماعه، ايام المدرسه. ذكرتيني بايام المدرسه وايام الجامعه. بس انا بكل صراحه يعني بقول قدام المشاهدين وقدام كل حدا اني انا ما كنت دريسه، وكنت اتخانق مع امي كل يوم مشان يعني تشحطني شحط على الدراسه. بس كمان كنت من الاوائل، ما كنت مقصره تجاه دراستي. اي ثينك كمان هاي نصيحه لازم نقدمها لكل الطلاب. دائما الناس يقولوا لنا انه حاولوا الدراسه تكون اول باول، بس طبعا هاي مو الكل اللي يقدر يسويها. بس حتى الاشياء ما تتراكم علينا، يعني مو تجيب ليلة الامتحان انت كل المنهج ما تعرف. بس هو ده اللي كنت لسه هقول لك عليه، انه في انواع من الطلبة. في طالب بيعرف يحصل بشكل كبير في وقت الزنقة، في طالب بيحب يقسم شغله. قدرات، هي قدرات اكثر من ال. انا كنت افتكر طالب كان معايا في الصف انه كان دايما ما يبقاش مركز خالص، قاعد بيرسم ولا بيعمل حاجة، واول ما المدرس يسال سؤال في كنت بقول ايه تلاقيه هو اللي عارف، واحنا اللي مركزين مش عارفين ان المدرس كان بيقول. طبعا اكو ناس اثناء الدراسة يسمعون اغاني، يعني يحبون انه شيء مثل اصوات عاليه وهم دا يقرون فيقدرون يركزون اكثر. بالنسبه لك مستحيل؟ انا بالنسبه لي صعب، بس انا احب نوع الزنق يعني احب. وانا نوع الزنق، حطني بالخانه تحت امر الواقع، انه انت بكره امتحانك وبكره عندك سبعه من تشابترز بدك تدرسيهم وكل وكل يعني قسم. هذا النوع من الناس يقولون انه انا احسن لي مثلا ابقى طول الليل سهران احسن ما اضل قبل 3 ايام او يومين كل يوم. لا انا لو ذكرت حاجات من بدري هنساها اوريدي. بس اوريدي انت راح تراجعها قبل بيوم يعني. بلس في نوع من انواع الطلبه كنت اذكرهم ايام الدراسه اللي كانوا يقولون احنا ما درسنا شيء، ما يطلع ما اخذ 100 ما ادري ايش. وهو كان اخر شيء حتى الورقه من ورا كاتب عليها. على ذكر بقى كمان المكان بتاع المذاكره ده مهم قوي اللي انت قلتيه في. انا كنت احب اذاكر على السفره يعني. لا. ده كان هذا مزاج. بحس كده بان انا وسط البيت. اكو ناس يحبون الدراسه على الفراش على التخت، هاي مستحيل انا اسويها لانه مستحيل انا كمان يعني من اول جمله اقراها انعس. في نصيحه بقى مهمه جدا للي هيواجه موضوع الزنقه، يعني لو لقى انه المنهج كبير عليه وهو مزنوق جدا في التوقيت. انا كنت بقلب الموضوع جراف يعني، كنت ابتدي اقلبه رسومات، اخد عنوان مثلا بالضبط عنوان الموضوع، افرع الكلمات من تحته. كانت فيجوالايزنج زي ما احنا اذكر زمان البنات كانوا مثلا يخططون بالوان على الاشياء صح. المهمه النقاط المهمه. اذا درست ادرس بصوت عالي عشان انت في نفس الوقت تسمع نفسك وانت تدرس، فترسخ هذه المعلومات بالضبط على على في مخك يعني اكثر. وفي ناس انت شو بتعملي؟ كيف تدرسي؟ تدرسي بصوت عالي؟ انا من النوع اللي اكتب مثل ما هو قال البوينتس، اكتب نقاط، لانه ما احب مثلا شيء هيك فقره واحدة اقراها ما اقدر يعني. لو اسوي لها هايلايت انه احدد الشيء المهم، او اني اقسمها نقاط او اسوي خريطه وبرضه في فكره انه خلي بالك المواد مش كلها ينفع تتقسم، بس لو انت بتعملي حاجه حسابيه فمثلا علوم حاسب، مش علوم حاسب اسف، محاسبه. اكره المحاسبه، اكره الرياضيات معليش بس اكره هذه المواد. بس دي بتعوز بقى حل كتير، طريقه مذاكرتها لازم حلتها كتير. اي هاي لازم تتمرن يعني، تجرب اكثر من شيء. عامه احنا بنتمنى لكل الطلبه دلوقتي تركزوا وتخلوا بالكم. رمضان الصيام طبعا بيكون فيه التحصيل صعب، بس في النهايه قسموا ادوكم واعملوا كل النصايح اللي انتوا هتلاقوا نفسكم مرتاحين فيها، وهتلاقوا كل واحد زي ما بنقول طبيب نفسه، فانت هتبقى عارف ايه ممكن تستعين ببعض المعلومات اللي قلنا لك عليها دلوقتي. بس نتمنى لكم التوفيق ويا رب كل الطلبه يقدروا. بالظبط. جود لك، جود لك ليك انت كمان. جود لك لك انت كمان. هلا عم تاخدي سمر. من الامتحانات هنتكلم بقى على الحاجات الغريبه. احنا كنا من شويه قلت لكم على الطنين اللي بنسمعه في ودننا، ايه السبب بتاعه؟ انا هسيب كل واحد يقول سببه، بعد كده هقول السبب العلمي او الموضوع العلمي ازاي. حد عم يحكي علي خلاص. نفسيا نفس الشيء مقتنعين، خصوصا البنات عندنا هذه الاشياء اكثر، انه الطنين انه انه يتكلم فيك يعني، يعني حد بيتكلم عليك فبيطلع الطنين ده. بس هو اكيد انا بالنسبه لي علميا اكيد هو سبب مختلف، بس انا اؤمن انه هذه الاشياء البنات اكثر الخرافات النساء اؤمن فيها انه من جد في احد يتكلم فيه. طيب ايه اللي بيحصل في الموضوع ده؟ انه بسبب تغيرات وظيفيه للدماغ بتسعى لاصلاح بعض الخلل في دماغك،
ولكن لما بيفشل اللي هو الاصلاح ده اللي بيحصل في الدماغ بيبتدي يشتغل طنين في المخ او بينتج عنه طنين في المخ، يعني بيكون في حاجات خلايا عايزه تصليح، سبحانك يا ربي، بيكون في حاجات بتبتدي تعالج الخلايا اللي محتاجه او وظيفتها واقفه، فبيحصل الموضوع ده. انا اعتقد اللي بيضايق طبعا لما يكون بيجي الطنين ده مع صداع، يعني بيكون صعب فعلا. جدا. واعرف انه لما بيجي لك الطنين ده انت محتاج فعلا لو طلع بزياده تستشير هنا، تنتقل الى دكتور، يعني تكلم دكتور طبعا. من الحاجات الغريبه اللي عندنا تانيه غير طنين اذن اللي ممكن يكون صاب مننا الكتير، صيني عمره 85 سنه حط اعلان بيطلب فيه اسره انها تتبناه مقابل انه يدفع راتب $950 شهريا للاسره دي. يلا مالك انا راح اتبنى. بيقول في الاعلان انه بيعتمد على نفسه وخالي من الامراض، ولكن بيحتاج الى من يؤنس وحدته ويكون معاه يعني لحد ما يتوفى. الفكره كلها انه الاعلان غريب، ما شفناش قبل كده حد بيطلب، يعني دايما نشوف حد بيدور على حد يرعاه، لكن هو راجل صيني ومحتاج اسره ترعاه. هو غريب كروش. بس يزعل بنفس الوقت انه واحد يوصل للمرحله انه يدفع على الناس حتى يقعد وياهم حتى ما يحس بالوحده. وتفتكري يعني ممكن يكون يعني في حد هيعمل كده؟ هيقبل هيقبل بالمقابل تبع الفلوس. بالضبط. في كثير ناس دنيئه بالحياه طبعاً. انا اعتقد ممكن تقبل بهيك شيء اكيد، بس انه هو وصل الى هذا العمر يعني ما اعرف بس ايش هو حياته، بس انه وين اولاده وين اهله وين هو هذا الناس اللي مسؤولين عنه يعني وصل لهي المرحله ويدفع مبلغ يعني مبلغ بسيط. $950 في الصين اعتقد انه مبلغ عالي يعني مقارنه بالدخول عندهم. بس ممكن هذا الشيء ينفع عائله الفقراء، يمكن ينفعهم للعيال الفقيره اكثر شيء بالصين، يعني تبقى عيله فقيره وتستفيد من مبلغ المال. بحس انه مع هي العيال الفقيره هو حينبسط اكثر، لانه عاده العيال الفقيره هي اللي بتكون فيها الحب والحنان والحب والموده. فأنا هاي نظريتي ممكن تكون لا. هي طبعاً فكرة يعني هي حزينة جداً. حزينة. حزينة جداً. بس هي دائماً بيطلع إعلانات غريبة كل فترة كده، تلاقي مثلاً حد بيدور على حد يتجوزه. تلاقي إعلان. هذا مو إعلان غريب، في كثير. لا بس بتلاقي طلب غريب يعني. بتلاقي يعني. بس هذا إنه من جد يعني محزن ومؤسف. طب شفتي اي اعلان غريب شبيه بقصه الراجل الصيني ده قبل كده؟ يمكن اكيد، بس انا طبعا انسى نسايا نسايا. انا اعتقد ان هو اعلان غريب، وفي ناس بتعلن يعني في اعلانات كانت، انا شفت مصري عمل فكره ظريفه جدا، اعلن عن في عندنا العمله اللي هي الجنيه اللي عليها شكل فرعوني. هو مره اعلن عنها ان هي يعني شكل فرعوني كانها هديه فرعونيه، وباعها على مواقع اللي هي بتقدر تبيعي عليها زي اي باي والكلام ده كله، وباعها بمبلغ اعلى من قيمتها، يعني هي قيمتها جنيه هو باعها ب 20 يعني دولار. يعني باعها على اساس شيء اثري يعني؟ لا مش شيء اثري، بس باعها على انه ده شكل فرعوني اشتريه يعني. شيء غريب. اعلانات غريبه وحاجات بتحصل غريبه في العالم، بس احنا لسه مكملين، عندنا اخبار منوعه بعد شويه بعد ما نطلع لبريك سريع اعلاني، وهنكون معاكم بنتكلم على اخبار منوعه زي ما قلت لكم، هنتكلم على الفرح وهنتكلم على مواضيع مختلفه. استنونا، فرح لسه ترندنج، ده موجود في كل السوشيال ميديا، شكله حيضل ترندنج لمده اسبوع هذا. هو انا قلت ايه. يلا بينا بريك. رجعنا لكم مشاهدينا. رجعنا لكم من البريك. خف علينا. لا الميوزك كانت عجباني قوي. المشاهدين ما يتحملون. نعم. شوي المشاهدين حرام عليك. هي بقى في الفاصل حاجة وعلى التلفزيون حاجة تانية خالص. عايزين نتكلم على أخبار مشاهير بقى شوية والمنوعات. في كلنا كنا ملاحظين إنه من فترة ابتدى أو من أسبوع تقريباً كان. أيوة. اللي هو منافس لأوسكار، يعني لو انت بتتابع كل بقى الأخبار بتاعت الأفلام، ففي منافسة رهيبة جدا بين الأوسكار وكان. أنا دايما بحس في تألق الفنانين يعني. عامة بلاك كلانسمان حصد الجائزة الكبرى بمهرجان كان، ودي طبعا حاجة كبيرة جدا وهي الجائزة الكبيرة، وحصد الفيلم الجائزة الكبرى للمهرجان السينمائي الدولي، واللي كان واحد من الأفلام القوية جدا اللي تنافست بفعاليات الدورة 71 بمهرجان كان. شفت برضو اطلالات الفنانين فيه كان different ones. ايه شفت كذا واحدة، بس حسيت انه صار الستايل اوفر كأنه هالايام.
انا كنت سعيد جدا لانه كان في فيلم مصري هناك حقق بشكل كبير. ايوه ايوه فعلا. اكو فيلم لبناني بالضبط وفيلم لبناني كمان لبناني الاثنين حققوا اعتقد يعني شفت ناس وهي واقفه في المسرح بتسقف فتره كبيره. واضح انه كويس نخش أصلاً تاني اصلا نشوف العرب ده يشاركونا وايه بهاي المهرجانات which is شيء زين فعلا. حلو الواحد يصير انه يصير من العربي من مثله مثل الاجنبي برا يوصل انترناشونال. ما حلوه كلمه انترناشونال تكون بس للاجانب. ما هي ما بيصير تكون تحتوي كلمه انترناشونال بس على الاجانب لانه نحن جزء منه لانه هي تعتبر كلمه انترناشونال. خصوصا صناعه السينما عندنا فيها كوادر مهمه وفيها كوادر شاطره جدا فعلا. طبعا امتى تشوف فيلم عربي موجود في الاوسكار بياخد جائزه دي يعني؟ انا اقول مثل ما وصلنا لكاس العالم هاي السنه ممكن أيوة. اوصل المهرجانات همنا قويه والله قويه والله قويه. لا حقيقي النجاحات انه اول مره في كاس العالم يبقى في اربع فرق عربيه موجوده دي طبعاً. انجاز ده غير انه اللاعب العربي المصري محمد صلاح طبعا وكان قبله رياض محرز من الجزائر كمان محقق نجاح كبير في الدوري الانجليزي. فبطل شيء مستحيل انه العرب بيوصلوا. ما في شيء مستحيل عموما يعني. يعني طيب من الاخبار كمان اللي عايزين نتكلم عليها بنفسنا نقعد ندردش فيها ونقعد نتكلم معاكم فيها لانه ما سابتش السوشيال ميديا الكلام فيها هو موضوع الفرح واللي حصل امبارح في الامير هاري وزوجته طبعا ميغان. هو يعني اشياء مره تضحك يعني النكت والاشياء تطلع النكت والاشياء واللي يتكلم على انه هي الميك اب حقها كان ب 14000 دولار زي ما قريت وهو اصلا ولا شيء هو ما كان شيء هو مجرد سان بلوك يمكن السان بلوك نوعيته كان اقوى يمكن بس في ناس يعني في ناس ما يحبون الميك اب بس انا شفت صورها وهي صغيره واضح ان في تغيير كبير حصل اكيد في تغيير كبير هو طبعا يعني أكيد. بالملامح ممكن هي حاطه المكياج مع العيون بس لانه الوجه اكثر شيء الناس ركزوا عليه فده يقولون ان هي ما حاطه شيء انه لا سوت توحيد لون البشره ولا حاطه لا بس هي اكيد حاطين فاونديشن اي طبعا بس هو مبين انه النمش مالتها الاشياء اللي على وجهها فده يقولون انه مو طبيعي انه واحده بعرس ملكي ما تكون حاطه. طب ردود فعلنا احنا كناس كتير من الوطن العربي على الفرح على السوشيال ميديا من نقطه السخريه يعني شفنا كتير من مثلا الناس المشاهير على السوشيال ميديا نزلوا فيديوهات بتتريق على الفرح. في ناس كتير عملت فيديوهات بتحط اغاني عربي او اغاني اللي موجوده في الافراح من العربيه او في عبده بتزغرت الله دي في عبده بتزغرت بالفرح بالظبط. احنا خدنا ليه الموضوع للتصور ده يعني ليه سيبنا الفرح او ما حولناه لحته سخريه؟ بصراحه انا في عندي كلمه معينه انا انا بقول انه هو هذا مجتمعنا هو هذا عالمنا من مكان او اي شيء له علاقه بالشهره في شيء بتشوفه ممكن يكون فعلا مثير للسخريه فنحن بمجتمعنا العربي مع الاسف الشديد ما بنخلي حدا من شره دائما ننتف دائما ننتف جلد العالم بس اعتقد عشان ده عندنا احنا خير بس انا بالنسبه لي صرت بشوفه شيء بيضحك يعني سنس اوف هيومر او في شيء كوميدي طبعا انه من يكون بحدود الموضوع انه بيحكون على العرس بس انه مو بطريقه عدم احترام او شيء حتى كان في مقارنات يعني اطلالتها عن اطلاله كيت وديانا قبل انه الفرق يعني هي كانت اكثر وحده انا شفت بالنسبه لي سامبل اكثر شيء يعني اوفر يعني الفستان لو كان فيه شوي يعني شويه حركه بس نقطه يعني اوكي كانت الطرحه حلوه صح وكان التاج حلو كان ملفت النظر كان كثير كل العالم عم تحكي بالتاج لانه هو اصلا التاج كانت أيوة. مستلفته أيوة. من العائله المالكيه اظن هي من العادات والتقاليد بي بي من البروتوكول او من بروتوكول الزواج الملكي من أو المقارنات اللي شفناها بالعرس الملكي اكو انفلونسر لبنانيه اسمها اليس عبد العزيز هي كان عرسها قبل اسبوعين بلبنان فالعرس هذا حكوا عليه الناس بطريقه يعني جدا مهمه انه هو عرس مهم ودافع عليه فلوس هوايه انه الكيكه كانت اكبر كيكه بالعالم والدرس مالتها عليه شغل مثل ما بنشوف بالصوره وآليس ان وندرلاند هي كانت مسويه الثيم انه آليس ان وندرلاند على اسمها فهي ورا العرس الملكي بدأوا الناس يكتبوا لها تعليقات انه شوفي الفرق بينك وبين وحده من حد صارت من العائله الملكيه انه انت ليش مسوي هذا العرس بهذا الحجم والضخامه فهي نزلت بوست البارحه على الانستغرام انه تقول انه انت ليش تقارنون بيني وبين العرس الملكي
وانه انا انسانه ما احب البساطه، احب انه العرس يعني حلو. هي اذواق في النهايه. اي هي اذواق يعني، بس انه هي تقول انه بلبنان معروف عندنا انه احنا الاعراس تكون هو بالوطن العربي كله. ايه هو فهي اي يعني الكيكه كانت هي وزوجها داخل الكيكه، طلعوا من الكيكه كانت اكبر كيكه بالعالم، اكبر كيكه بالعالم، فهي انزعجت ان الناس دا يقارنون. انا احكي اكثر عن الفرح، ومعنا صور وفيديوهات كثير قوي، ولسه الرغي بتاعنا مش هيخلص زي ما رغيكم على الفرح مخلصه على السوشيال ميديا، بس بعد البريك السريع ده ونرجع لكم تاني. فيلا بينا، يلا بينا. استنونا. مين احسن، استنونا ولا يلا بينا؟ الاثنين نوع مره. بعد البريك رجعنا لكم تاني. احنا من اول البرنامج اتكلمنا على الصحة، اتكلمنا على التكنولوجي، اتكلمنا على الاخبار الغريبة، الموضوع الصيني اللي بيدور على حد يرعاه مقابل ان هو هيديله فلوس، بس وصلنا في اخر حواداتنا دلوقتي واتكلمنا على الامتحانات عشان ما ننساش كل حاجة وما ننساش. دلوقتي عايزين نتكلم، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن الفرح. هاري وميغان، مش عارف ليه دايما ببعزهم ميغان. ميغان مصري. هو الفرح كان ناقصه حاجات مصري كتير يعني، خلينا متفقين. شفتي عفه زغرتت بالعرس خلص. لا في فكره تانية، انا ناقصه بعزاء زقه. طيب انا بقى هحكي لكم، بس بعد ما نتفرج على المقطع اللي هنشوفه دلوقتي من الفرح. ارجوك طبعاً. بعد ما شفنا المقطع ده هم عاملين يتكلموا على اللبس والفساتين والكلام ده كله، انا نفسي اعرف هم حطش ليه حته جل بسيطه كده على شعره يعني، هو طالع منعكش هم شكلهم ما حد سواء مش يعني طلع راسا ممكن كده كان هندم نفسه شويه، بس هو اعتقد برضو انه حتى ظهوره باللحيه او بالدقن انه كان برضو مش موجود يعني في الافراح اللي كانت قبل كده، فهم كسروا شويه حاجات كتير. هم كسروا اشياء مره كثيره بهذا الذوق يعني، عدا انه هي مطلقه وعندها او ممثله واكبر منه وعندها ونص افريقيه بلس انه حتى الكيكه اللي كانت موجوده في العرس كان المفروض تجعنا تسع مرة تكلم على كيكة كمان يا ما راح أكمل بس خلاص تكمل بس ما كانش فيه قهوة قاعدين محدش مثلا ماشي بصنية كده أنه كان معروف من بروتوكول الأعراس عندهم أن كانت الكيكة عبارة عن فواكه هذه المرة لا. طبعا على فكرة في بريك حصل كده في الفرح، مش بريك في البرنامج، بريك في الفرح، انه دخلوا قاعة، واعتقد القاعة دي اللي هو دخلوا يعني كلوا حاجة بسرعة وبال ما خرجوا كملوا بقية المراسم. شكلك جعان زي انا كنت نفسي اعرف بياكلوا ايه بقى. الورد مسكة الورد كان اصلا هو جايبها من الحديقة حقت بيتهم، وهذا النوع من انواع الورد اللي كانت تحبه الملكه ديانا لانه كان تكريما يعني لها، فكان هذا الكرسي كان فاضي امبارح الناس كتير علقت على الموضوع ده كمان، الكرسي بتاعها كان فاضي. ايه تاني خدتي بالك منه عشان الناس في الفرح؟ عاملين زي الستات اللي بتروح الافراح وتخرج منها. صراحه اكثر شيء شفته اكثر من مره انه امها كانت بدها تبكي
دموع الفرح من أول ما كانوا بالسيارة إلى أن وصلوا للكنيسة، يعني طول الحدث هي تدمع، فحسيتها شيء حلو. وهلأ برمضان عم نشوف الجمهور عم بيطالب بنص الدعاوي دعاتها أمها لبنتها خلال سنين عمرها. أوكي، يعني هي دعت بإيه؟ أنا برأيي نورجي الطرايف ونحكي عن الطرايف اللي طلعت من وراء هذا الفرح. هنا نشوف بس بليز البيكتشرز. انا شايف صوره ريم. في صور طرايف نحن مفروض حطيناها توجذر مشان الفرح. أيوة. دلوقتي انه كان ناقصه بالفرح هذا الاكسسوار الخرزه الزرقاء. بما انه ما لابسه شيء، ما حاطه شيء ناقصه خرزه زرقاء مشان الحسد. لا طلعت أمل كلوني. هي صح شويه مزودتها بالاصفر كأي، هو كتير يعني لون ماسترد. صراحة هي أمل كلوني في الأخير ما صارت، حتى الإطلالة اللي كانت قبلها ما عجبتني، يعني ذوقها أي من كانت لابسة شيء بورد أي كان ما كان فعلا إطلالاتها صايرة غريبة آخر فترة. بس سبحان الله طلعت صورة أوبرا بالغلط. كنت حابة أحكي نقطة على أوبرا. أوبرا يوم كامل فريق ستيلا ماكارتني، أنتوا بتعرفوا لهي البراند، ليلة كاملة وهن عم بيزبطوا بفستانة، لأنه ما كان عم يزبط لا لون ولا تقسيم. يعني لا مش ما كان ما كان عم يزبط الفيتنج ولا اللون، فضلوا فريق ستيلا ماكارتني ليلة كاملة يعوف اللبس الآخر لحظة هيك تصير مشاكل. هي في ثلاث صور شفناها، الصورة الأولانية كانت الخرز الزرقاء، أما نبص هنا ببص على الشاشة الخرز الزرقاء، وطبعا دي عشان الحسد احنا دايما بنعمل. والصورة الثانية اللون بتاع الفستان هو كان كده فعلا ولا مع الكاميرا؟ لا كان كده فعلا، بس أنا بلاقيها راقية. وكمان اطلاله ثانيه شبهوها بجينيفر لوبيز، انه اطلالتها البسيطه اي ثينك هي كانت باحدى افلامها. صح، هي الصوره بتاعت جينيفر، ما كانش في جوائز. الصوره اللي تضحك اكثر شيء اللي انا شفتها حقت الميك اب، حطوا لها ميك اب صوره واحده كاتبين هذه رايحه بنات سويت لها ميك اب. لا اللي واحده فل ميك اب وانه هذه رايحه سحور او هذه رايحه ايوه انه هاي صوره واحده بزواج ملكي وواحده رايحه للجيم وواحده رايحه سحور. انه في بنات بتزودها في الميك اب مع ان الحدث عادي، ودي كان عندها فرح ملكي وحطت صوره عاديه خالص. بس هي انا متاكده انها حاطه ميك اب، يعني اكيد حاطه ميك اب، بس شكله الميك اب ارتست اللي عامله الميك اب مش لعبه كثير، لعبه النو ميك اب ميك اب كايند اوف لوك، وبالظاهر انه هو صراحه معنى كثير شيء سهل انك طبعا يعني هو في ميك اب بس تاتشات سمبل، يعني تقصده ايه. انا الصراحه فاكس جدا في الميك اب. هي حلوه انت استحليتها؟ انا حسيتها مو بالعرس كانت طالعه حلوه او كانه طلت عروس، بس انا ممكن اتفهم كلمه رويال، يمكن هذا الشيء كان كثير رويال هي فيه. طب يمكن هي من اللي حط ميك اب كثير اللي شفتهم بالفوتوشوتس اللي شفتهم هن مع بعض او عم يعملوا لهم لقاءات مع بعض، كانت احلى بكثير من يوم عرسها. يعني لما بتبقى في لبس ثاني غير الفستان، يعني عندها اطلالات رائعه، ميك اب احسن من هو دائما. انا اشوف لما الواحد يبغى يجهز الى حدث او شيء دائما يحاول انه يسوي كل شيء، وفي النهايه ما يطلع مره مثل اللي هو بده اياه زي ما هو يبغى. وساعات تكون عادي، يعني طالع تسوي اي شيء يكون شكلك هو احسن شيء. يعني عندنا لسه صور كثير قوي عايزين نتفرج عليها. الصوره اللي تحكي عن الملايين، هي الحمايه عم تطلع بالعروس. شو رايكم؟ هذه يقولون جايتك ايام سوداء. جايتك ايام سوداء. انا بعتقد ان دي لقطه كاميرا مش مقصوده، مركبه. يعني طلع كم واضح انها مركبه. انت حاسه لا ممكن تكون حتى هي كانت ست كبيره برضو، يعني في الاخر ما اعرفش عندها كم سنه. اكو ناس علقوا على لون لبسها انه يعني هي تعبانه وبسطه، فالصحفي اللي بيلقط لا دي مثلا او المصور اللي بياخد. انا بالنسبه لي لا، انت نظره شريره. يعني نظره شريره قصدي هي نظره الحماه، يعني مو نظره. طب الله يعين حماتك معناها. هي الفكرة كلها ان بتلاقي دايما في احداث كتير من الاحداث اللي بتحصل، سواء فرح بقى ملكي او
اي من الاحداث العالميه، صور في الاوسكار مثلا تلاقي صور ممثل بيبقى داخل عادي وقع بص يقول لك ده كان قصده مش عارف ايه. دي كلها بتبقى لقطات من المصورين اللي بينتج منها قصص كتير ليزيدوا القصص، ليزيدوا على القصص والرغي اللي بده يصير. زي اللي احنا بنعمله دلوقتي قاعدين عمالين نمسك الفرح نحن ما عم نمسك الفرح تاتاتاتا، نحن عم نشوف العالم شو قالت على الفرح. نحن عم نشارك مع الجمهور. نحن ما قلنا في الفاصل هنمسك الفرح على اصوله يعني. لكن هو من الحاجات الترندنج جدا، واعتقد انه من امبارح لحد النهارده انا ما زلت بشوف السوشيال ميديا الفيسبوك والانستغرام لسه الكلام على ايه. انا صفحه الاكسبلور عندي بالانستغرام كلها الزواج. يقولون جوجل ما اكثر شيء البحث عنه الحين امراء عازمين، هذا اكثر شيء قاعدين يبحثون عنه. هنطلع بريك ونرجع لكم تاني مع السكتش بقى اليومي اللي بنتفرج عليه، وتقدروا تشوفوه كمان على مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتنا الان تي في. تعالوا نطلع بريك ونرجع لكم تاني. ها يلا بينا. يلا بينا. بعد البريك ورجعنا لكم تاني، وكنا بنتكلم على الفرح من شوية، بس احنا مستمتعين قوي بالكلام عليه فمش هيخلص، بس عايزين نكمل بقى بقية فقراتنا في البرنامج، وهو الفيديو السكتش اللي بيتعرض كل يوم تشوف منه لقطات يوميا او كنا شفناه امبارح، بس هو كمان موجود على السوشيال ميديا، عايزكم تروحوا تشوفوه لو ما كنتوش شفتوه، وتابعونا دايما هننزل على السوشيال ميديا لقطات من السكتش. تعالوا نتابع دلوقتي الفيديو ونرجع بقى نبتدي التحليل بتاعنا، نكمله من امبارح. استاذ جمال ازاي حضرتك؟ استاذ جمال حضرتك بتكلمني كده؟ يا استاذ جمال انا ليه محسس ان انا مش هدفع الاقساط؟ يا استاذ جمال انا راجل موظف ولسه مرتبي ما نزلش، فاضل ايه 4 ايام يا فندم؟ كمان 4 ايام لو ما جبتلكش الفلوس انت ممكن يعني الاقساط ديت تروح تشتكيني بيها. خلاص معادنا كمان 3 ايام. تمام حاضر يا فندم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بابا يا حبيبي اديني ماما يا لوكا. ايه يا فتحيه؟ يا فتحيه خف طلبات انت والعيال شويه يا فتحيه. يا سلام، يعني الواد عايز سمنه ولحمه عشان يعمل ورق باللحمه المفرومه؟ لا والله عليا الطلاق منك يا فتحيه، ما معايا جنيه في جيبي يا فتحيه. انا لسه مستني الراجل عشان يجيب لي الفلوس. يا استاذ علي امرني. لا 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 مفيش حاجه حسين، بس كنت عايز الحمام معلش. طب معلش بس دقيقه بس عشان الواد ايه بينصح. اهو خلص هناك اهو خلاص. طيب اتفضل يا استاذ. شكرا. ايه اللي انا بفكر فيه ده؟ وازاي كنت هعمل كده؟ لا 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 حسين انا غلبان لو عملت كده يترفد من الشغل. وبعدين ما لقيتش غير حسنين اللي اسرقه؟ لا 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 يمكن افكر في كده ابدا. لو سمحت بعد اذنك عايز الحساب. حاضر. ده كان بقيه السكتش اللي شفناه امبارح، او بدايته يعني كانت امبارح ان هو قاعد وعايزين نحكي شويه بسرعه كده على بدايته عشان اللي لسه بيتفرج علينا لاول مره. هما كان قاعد ومشي اصحابه بعد ما كانوا طالبين طلبات، وفجاه ما لقاش معاه فلوس ومش عارف يدفع الحساب. فواضح ان هو الباقيه وضحت لنا دلوقتي انه بيجي له اوبشنز، شاف شات فلوس. بس هو باللي شفناه احنا البارحه انه كان صديقه اخر واحد وياه ده يسافر،
فبعدين هو من ملقى المحفظة مالته خابر صديقه، لأنه حسينا أنه شك بي أنه هو أخذها، بس هسا ما طلع مرة لخب هاي اللي شفناها هسا، بس أنه طلع لنا أنه ممكن يفكر أنه ياخذ المحفظة اللي وقعت على القاع. فهسا الناس ممكن هم ينقسمون أنه هو حيطلع واحد زين وما ياخذها أو يقول لصاحبها أنه وقعت أو ياخذ الفلوس. ده اللي هنشوفه دلوقتي في مقطع التاني اللي أظهر، ونرجع بقى نتكلم باستفاضة عن الفيديو ونشوف إيه اللي حصل. يلا بينا. الحساب 5 جنيه. هم اللي معايا. تفضل. شكرا. انت عددهم بالجنيه كمان. الاوتوبيس علي باشا. معلش يا حسن، انا اسف والله علي باشا ان انا قطعت تفكيرك، بس الواد هو بينظف الحمام لقى المحفظه دي. انا فتحتها بصراحه عشان اعرف هي بتاعت مين، لقيت فيها بطاقتك فعرفت ان هي بتاعت حضرتك. ما تقلقش يا باشا، كل حاجه فيها تمام. لا يا حسين، الحاجه معاك تزيد يا حبيبي. ربنا يخليك. الحاجه معاك تزيد. طيب معلش يا حسين، هات لي الحساب بقى عشان خاطر امشي. الحساب 260 جنيه علي بيه. 260؟ اه. طيب خد دول الحساب تمام، وخد دي لبنه. بس ده كتير يا باشا. عشان تجيب له شوكولاته والحاجات اللي هو بيحبها. تسلم ايدك يا ماشي يا حبيبي. ماشي باشا، نورتنا علي بيه. شكرا ليك. سلام عليكم. شكرا ليك. كده اتفرجنا على السكتش كله من اول امبارح لحد النهارده، التفاصيل كلها كنا بنحاول نتابعها لحد ما نشوف قد ايه انتهى بالخير. انتهى بطريقه صحيحه، واضح بالخير. اه بس تعال بقى نحلل من الاول خالص. هو كان اول شيء يعني من الاول تبغى من من هذه اللحظه لما من هذه. هو اول شيء صلح الغلط بغلط اكبر منه يعني. اوكي. يعني هو اي ثينك هو سرق، هو كانت طايحه قدام المحفظه بس ما سرقهاش، بس اخذها وما مو فلوسه. لا ما اخذها. اخذها. انت كنت تفرج على سكتش تاني. اخذها. كيف ما اخذها؟ ما اخذهاش، هو الولد لقاها ودفع الحساب. لقاها بس طاحت من الرجال اللي كان جالس قدام. لا هو محفظته اللي وقعت لقيناها، لقاها خدها. ما اخذها. محفظته هو نفسه؟ اه. لا. ماشي. هنتفرج على سكتش تاني بعد شوية. الدرج لما كان فيه فلوس كنت حاسة برضو جالك نقطة البري جادجنج أو سرعة الحكم إن شكله هياخد منها؟ أنا هيك كمان فكرت، بس أنا لحد هلأ مثل مها ما استوعبت المحفظة اللي وقعت. وقعت من الرجال مو محفظته هو، ولقاها أنه هذا الرجال. لأنه هي المحفظة هذا اللي نتكلم فيه. أوكي. يعني كيف هي كانت طايحة منه هو ما شافها إلا لما الرجال قام اللي قدامه. يعني هو خد وقت عقبال ما شافها دفع منها. اوكي. لا لا للرجال اللي وقعها. انت شايفه انها غلطه في الفيلم في نفسه في الفكره بتاعتها؟ لا انا اللي انا اللي شفته ما ادري يمكن في شيء فاتني وانا على التليفون. بس اللي شفته انه هي طاحت من الرجال اللي قدامها. اوكي. وهو أخذها. ولا لا؟ لا. انا شفت ان المحفظه وقعت وبعد شويه هو لقاها، والتاني كان بيفكر ياخدها من الارض، ياخدها منه ودخل الحمام فكر مع نفسه وقعد يقول اللي انا كنت هعمله ده، ورجع تاني. وهو ما رجع حس انه انتصر على الصوت. ومن وين جاب الفلوس بالضبط؟ هو معاه فلوس. كيف يعني معاه فلوس؟ لا بقى معاه محفظه. لا معاه فلوس ان هو طول اليوم ده يدور بعدين لقاها. مش هو محفظته كانت ضايعه منه في الاول يا جماعه؟ ايه. هو لقاها. ما نحن لا ما شفنا انه لقاها، شفنا انه سرقها من الزلمه اللي على الارض. انا برايي نرجع نشوف ليش. ليش راح كان يبغى يسرق من الفلوس اللي كانت قدامه؟ اوكي. وبعدين دخل الحمام وضميره صحى و... لا عيديها ضميره صحى. انا ساعات ضميري بينام. لما بيصحى ضميركم يا جماعه هيك بيصحى الضمير. بس لا هو ما اخذ اللي امس اول لقطه لما كان متوتر كان يسوي كذا، عرفت؟ اه كان بيعمل كذا متوتر. بس هو ضميره ما صحاش. فهو ضميره ما صحاش. انا تحليل الموقف اللي حصل لان هو كان ناوي يسرق او ياخد المحفظه اللي وقعت او ياخد الفلوس. يعني المحفظه يعني انا بكره هتلاقي الناس كلها بتصور عامله كده. هو متوتر
اول حلقه. سيبي من اول حلقه عشان انت بتخلطي بين السكتشات كلها دلوقتي. اوكي هو فكر انه ياخذ اللي وقعت من الرجال وما اخذهاش، بعدين ما اخذها ففكر ياخذ فلوس لقى مالته اللي هو ضيعها. ايوه كيف وين لقاها طول اليوم؟ هي دي كان فيها سقطه من التصوير نفسه بس هو ما لقاها. المخرج عايز يوصلك رساله انه شوف انت كنت ممكن تعمل شر او يعني دايما يقول لك لو صبر ايه. انا بعتقد انه سرقه لانه يعني لهالدرجه حيسقط المخرج. المخرج ده لا يعني لا لانه اخر شيء اللي دفع الثاني اللي وقع المحفظه دفع من فلوسه. ايوه دفع من حسابه عادي، دفع حسابه عادي. طب بلكي كان بجيبه فلوس. انا بقول لك هو قال 5 جنيه زي ما هم كده اهو. ومشي 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 الراجل بمحفظته. الثاني بقى لقى فين محفظته؟ لقاها سبحان الله فجأة اللي جه محفظته. هي بعدها تحكم عليها هو دافع من عنده. يعني انا اقصد ان هي المورال اوف ذا ستوري او يعني الحكمه من الفيديو ده ان هو بيقول لك يعني لو ما عملت الشر الخير دونت بري جادج. ما فيش بري جادج. لا احنا بنقول ان هو قد ايه لما يعني اجتنب انه يعمل حاجه وحشه الخير او الحل وجد له يعني. لكن هي في النهايه انا لو قدامي موقف زي ده محفظه وقعت هو خد وقت في التفكير. دي كانت حاجه مش تمام. الواحد المفروض على طول الحاجات دي ما فيهاش هزار. الفلوس في الدرج يبقى انت جواك نوايا برضو مش كويسه حتى ما تبص عليها. احنا عارفين ان انت في ظرف صعب بس ده اللي اعتقد انه الناس كتير مننا حتى في الظروف الصعبه تحاولش تخلي دماغك تروح لبعيد. طبعا هي اصلا طريقه التصوير اللي خلتنا نفكر انه ممكن يسوي شيء غلط لانه فعلا ركز على الفلوس بعدين ركز عليه انه هو ده يفكر بعدين من شاف المحفظه وقعت. بس هذا هم انا ما يخلي الواحد دائما يروح للشيء السلبي يعني بالاخر هو طلع مظبوط. ويمكن زي التصوير كان اصلا ليوصلنا للمورال اوف ذا ستوري على قولتك على حكمه المشهد. هو يفرجى انه بوقتها كان محصور الافكار ومثل ما تقام على الحمام ليفكر ويستجوب حاله هو هل هو حيسرق ولا ما حيسرق. بعدين حسب ما عم تحكي انا ما بعرف شكله سارقه بالنسبه لي سارقه بس طالما هو ما نو سارقه معناها هيك اجى الهام ما بعرف رباني او شيء نزل الوحي عليه وقال لك انه خلص انا ما يعني. الواحد عم بيورجيك المخرج انه فيك تنحط بمواقف تخليك بلا شعور انك تأذي الشيطان براسك تأذي انك ممكن تأذي بلا شعور وانت بالعقل الباطني تبعك هو المتحكم فيك. فاي ثينك هي هي القصة. هذا ذكرني بشيء انه الناس مرات تمر بفتره انه هو ما يكون على طبيعته يعني هو بالأصل يكون إنسان زين ويحب الخير للناس ومستحيل يسوي هاي الأشياء بس حسب الموقف تحس مخك يبدي يلعب بأفكارك فتصير ممكن يعني يخطر على بالك إنه تسوي شيء مو زين بس أنت أصلك وطيبة قلبك يعني تربيتك متربي عليها مو هيك. هي رسالة أكثر. النهاردة شفنا السكتش ودايما هيكون معنا كل يوم سكتش زي ده ونشوف منه القصة بتاعته إيه. كل يوم هنتكلم عن الصحة. النهاردة اتكلمنا عن المشروبات الغازية دردشنا شوية قد إيه ممكن تكون مضرة ونحاول يعني لو عايز توقفها وقفها خالص ده شيء هيفيدك. مش عايز انت حر ولا مش عايز انت اللي مضرور. وذكرنا يعني مشاكلها في تاني اتكلمنا عليه النهاردة التكنولوجي برضو اتكلمنا عليها انه ازاي انه في سترة بتدفي وسترة ممكن تسقع. حكينا عن والترندنج عن المشاهير حكينا عن المشاهير اليوم وعن وعن الشغلات المهضومة اللي طلعت من الاتيكيت. انا عايز ارجع لموضوع الاتيكيت تاني. انا بصراحه اتفضلوا اهلا وسهلا حضرتك. دلوقتي لو انا معزوم على الفطار اقعد لحد الساعه كام؟ هو يعني يستحسن سؤال سؤال ممتاز يعني. طبعا يستحسن ان انت ما تجلس يعني لين وقت مثلا متاخر 12 وحده يعني اذا فطور يعني يستحسن بعد ثلاث ساعات انه انا اشوف هي حسب انه عزايم السحور بدها تكون الرسميه مثلا تبدي من العشرة بس فالمفروض ايه فالمفروض اللي معزوم على الفطور انه قبل العشرة يروح لانه ممكن ما هي يعني ثلاث ساعات زي ما قلت انا انه لانه لو سحور طبعا بتروح متاخر لو فطور بتكون بدري يعني اكثر من ثلاث ساعات الناس بيرتاحون انه ذوقيا يعني حتى مش بس الفطور اي عزيمه يعني في الحياه اي بس لانه برمضان الناس عاده يكون عندهم خطتين خطه للفطور خطه للسحور فاذا واحد معزوم على الفطور يستحسن انه ما يبقى ولا العشره
لان اذا الناس عندهم طلعه مال سحور اكيد نفس ما قلت انه مو اكثر من 3 ساعات لانه يمكن اهل البيت نفسهم معزومين على سحور او عازمين ناس على سحور. طب انا لو جايب معايا طبق حلويات ورحت بيه للي عازمني وانا عايز اكل منه وهم ما طلعوش اعمل ايه؟ لا عادي عادي فيك انت طلع لا فيك عادي ما في لو سمحت انا جايب طبق جوه انا ابغاها ما فيها شيء يعني انا بره بس انت يعني مش عارفه يعني اقول لك فاكره فيلم احمد حلمي فيكس لارج لما فضل قاعد معاهم بعد الفطار فضل مطول في القعده وبعدين هو كان عنده بقى حركه وحشه جدا وهي اشتكت منها الست انه كان بيعدل على اكلها فده برضو طبعا مش من الاتيكيت انت يعني تقعد تعدل لازم تحطي ملح او كان لازم كسرتي بيضه واحده مش بالطين بالبشاميل اي طبعا هاي ده طبعا حركه مش لا طبعا غير لطيفه حتى لو واخد على الناس والناس قريبين مني حسب درجه القرب بينك وبينهم يعني فدي كمان في الوقت لو هم قريبين مني اقعد بقى للصبح لا يعني برضو يختلف بس انه ذوقيا يعني اكيد انا اذا ما راح اقول لك يلا لو سمحت وطالع ساعتي وزي كذا انه ذوقيا طب منين لو حسيت ان الشخص قاعد بقاله كتير ابتدي انوه انه بطريقه شيك يعني يلا اتكلم ممكن انه ما يسوي نفسه انه بيحكي على التليفون يلا حجي بعد ساعه اوكي دي حركه بتاعتك اللي عندك حيحسون انه عندك طلعه التوف كتير ده من الاتيكيت يعني لا انه ابغى يعني بطريقه غير مباشره انك تفهم الضيف انه بس رمضان بيحب اللمة يا جماعة فمهما كان يعني الواحد دعبيه بقى معزوم في حتة وقاعد بس اللمة بحدود بحدود عشان ما نلفش الخناقة انا عن نفسي بحكي والله بحكي قبل بوقت اذا بدي حدد مثلا نهار ما عندي شيء وحابب مثلا الضيف يطول ما في مشكلة بس اوقات انا بحدد ايه اوكي ما عندي مشكلة انت تجي لعندي بهذا الوقت او بهذا اليوم بس من هي الساعة لهي الساعة لانه انا بعد هي الساعة مرتبطة عندي, ارتباطات فما في انا بعتقد بهي المواضيع ما في خجل ما في خجل لانه كمان لا كنت اقول على حاجه تانية بقى فكره جات لي بس في ناس اصلا يعني حتى مش بس رمضان في ناس يروحون عند ناس من غير ما يكلمونهم يعني حتى ولا تعتمد على ولا اي شيء يعني بس ايه تعتمد على درجه القرب يعني ياما انا واصحابي يعني وينك انت انا جاي يمكن انا عندي موعد مهم يمكن انا نفسيا ماني يعني متقبله انه اشوف حدا وهذا الموضوع بشهر رمضان يصير حساس اكثر انه الناس ما يصير اوريدي ما عندك طاقه ولا ورمضان يعني لازم تكون عندك مائده يعني طابخه اكل وفطور او سحور او فلازم يا جماعه في مصر عندنا فكره ما اعرفش عندكم ولا لا في بلداننا العربيه متواجده الفكره دي الطبق اللي هو بيفضل في العماره كلها طالع نازل بيتبادل هذا فيه هذا شفته بفيلم عسل اسود بالظبط الطبق ده موجود والنهارده شفت نكته على السوشيال ميديا انه بيقولوا تحس انه طبق غسيل اموال يعني بمعنى انه هو الفكره كلها بتاعه الطبق بيروح من بيت لبيت 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 كل مره بيشي يعني انت بتروح حلويات لجارتك جارتك بتقوم واخده الحلويات وحاطه سبوسك مثلا وترجعه يعني. يطلع الطبق ده يروح عند شقه تانية ويفضل بس تعرف ايش اهم شيء عند الامهات اهم شيء هذا الطبق حق مين يرجع الى صاحبته اخر شيء مشكله الصحون هذه اهم شيء عند الامهات يعني والتفروير كل ولا التفروير كل الانواع هذا موضوع مره مهم ان الطبق يرجع تاني لصاحبه حتى لو بلاستيك حتى لو اي شيء المهم انه يرجع الطبق ده بيكون فكرته زي ما بقول لك الناس عماله تتبادل فيه الاكلات اللي هم عاملينها طول رمضان لحد ما يوصل بقى العيد ويبتدي الكحك والبسكوت الواحد ابتدى يتكلم على العيد من دلوقتي ده احنا ربع تو الناس طب الاتيكيت بتاع السحور في العزومات ما بيختلفش عن الفطار وزي ما قلنا ليه مواعيد اكل السحور يبقى كتير لا طبعا يفضل حسب في ناس بس هو انه اشياء بسيطه على السحور ومفيده في نفس الوقت يعني واكثر شيء ما تكون تحتوي على ما تكون ثقيله فواكه لبن اشياء فيها ماء عشان الجسم تدري طول فتره الصوم ان انت محتاج اشياء تعطيك الطاقه الثاني يوم الموز نفس ما قلنا بس طبعا عزايم السحور ما تكون هي الوقت اللي صدق الواحد يتسحر به يعني ما تكون الفجر فمثلا واحد يعزم على السحور مثلا 11 12 ويبقى للوحده ممكن بس مو مثل السحور الطبيعي اللي انت ببيتك ويا اذان الفجر هاي ما تصير عزيمه الملاحظ برضو من يعني الواحد بيتكلم مع اصحابه مع قرايبه ايه اللي بيحصل عاملين ايه رمضان اخباركم ايه في مصر والكلام ده ملاحظ ان في ناس كتير اجتمعت على التلفزيون تاني الناس قعدت دلوقتي سابوا التليفون وبيتفرجوا على برنامج او مسلسل وبيبتدوا اللي هي القعده بتاعه الاب والام والولاد والكلام ده انا مبسوط ان ما اعرفش هل هي حقيقه ولا في المحيط بتاعي بس اللي موجود لا حلو انه بعدنا ما خسرنا هذا الشيء بشهر رمضان انه معروف انه التلفزيون ده يجمع الناس انه يتفرجون على شيء واحد ممكن خلال السنه يعني بالاشهر العاديه ما حد يحب يتفرج لانه كلهم على التليفونات
يعني بالظبط هذا اللي اقصده يعني التليفون حتى الفعاليه الصبح ممكن تلاقي الناس اكتر في الشغل فاتح الفيسبوك او كده خلص شغله بيضيع وقت او ما خلص شغله بيضيع وقت برده فلو تلاقي الناس بتتفاعل على السوشيال ميديا بعكس بعد الفطار تلاقي خمول شويه في على السوشيال ميديا. صراحه بعد يعني بعد الفطور انا دائما احس انه انا اكثر شيء احب عزومات السحور اكثر من الفطور. أيه. الفطور احس اني اتعب خلاص ابغى ارتاح. السحور يكون مرتاح. على السحور اوريدي انت ماكله وعندك بالبيت ومرتاحه بالبيت شايفه مسلسلات انا ما اعرفش اكل على الفطار لو معزوم. يعني انا ما اعرفش اكل على الفطار لو معزوم. يعني لو معزوم ما اعرفش اكل قوي. كيف يعني ليه؟ ما بحس ان انا مشغول اكتر بالتحيات وبالسلامات والمجاملات والكلام ده كله. السحور ممكن اكل فيه حتى لو عزومه. فانا افضل برمضان عزومات سحور اكثر منها فطور. خلاص يا جماعه عزموها لمها على السحور ما تعزموها على الفطور. انا انت تعرفيني اكثر وحده كسلانه لا سحور ولا فطور. عايز افكركم مشاهدينا ان احنا في نفس الميعاد كل يوم من الساعه 6:30 للساعه 8 هنكون معاكم على قناه الان في موعدنا شباب بنتكلم عن الصحه والتكنولوجي وكمان عندنا فقرات جديده وغير المنوعات والحاجات الغريبه والدراسات اللي بنحاول نجيبها لكم عشان نستفيد منها منكم يعني بيها احنا كمان وانتم منها منكم وكمان بنحب نتكلم على الترندنج نيوز وايه الجديد وايه اللي بيحصل في العالم بتاعنا دلوقتي بلدنا الحبيب الامارات ايه الجديد فيها كل بلدنا العربيه كمان طبعا يا ريت تشاركونا شنو المواضيع اللي حابين نسمعها ده اللي هيحصل بقى من بدايه من بكره زي ما شهناز قالت انه هيبقى في ارقام تليفون وهتقدر نتكلم معاكم على التليفون وتشاركونا كمان عايزين نقول لكم انه من بكره هنبتدي لعبه حلوه قوي فاستنونا وسكتش كمان هيكون معانا دي كل ما يعني يحمله برنامج موعدنا شباب فبشكركم واستنونا بكره في نفس الميعاد واتمنى لكم يوم سعيد ورمضان كريم زي ما بنقول كل يوم استنونا ويلا بينا. باي باي باي.